ناسي. تومي دابا باغي يخرج باغي يدخل باش باغي ياكل واحد حط لي الكروكات ما عجبوش صولك شي ديالو ايوا سطوالي مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر اللي يسلكوا لنا بالضبط المنزل. فنان دائما كنقولوا مثير للجدل عادل الميلودي والزوجه ديالو ايمان بالمناسبه عيد هي مثيره للجدل الزوجين مثيران للجدل والجمال تبارك الله ما شاء الله الحمد لله تبارك الله والمناسبة عيد الحب اللي كنتمنوا ليهم إن شاء الله حياة زوينة والجميع وجميع الأزواج كنتمنوا ليهم أنهم يبقوا دائما كينعموا في الحب. السلام عليكم. بمن نبدأ؟ اللي بغيت. إيوا الرجال. لا لا شوف شوف لي فام دابوا ما حنا لا لا عبدالله لي فام العيد ديال من؟ الحب ها هو الحب هضروا معايا تكملوا معايا الحب كله الاحمر مع 12 ديال الليل 12 مرحبا بكم في اي وقت 12 غير وحده قبل الصباح يلاه شفتي معنا كاع ماشي مشكل الله يبارك والله الا مرحبا بكم بارك الله فيك الله يبارك فيك فين تلاقينا اول مره في لاكار كنت طالعه انا نمشي نقرا تلاقيته تما قال لي عطيني النمره قلت ليه لا ما نعطيهاش ليك عرفتي فنان من لا لا ديك الساعه مازال ما كانش شي شهره ما عرفتوش صراحه صافي من تما بقات طورت العلاقه ديالنا صافي حنا متزوجوا صافي سي ديك يعني بدي انا نحط القيطه ياك كاين شي سي ميلودي مرايا بينا نفسي كما شافنيش من النهار اللي راه شافني فهمتي غير بقات كتسميك وصافي من وهذا هو البري راني شفت يعني كيفاش مشيتي عندها كيفاش جات الجرأه وهذا شوفي هنا الشباب كتبان كنتي اللي قال كان النساء ولحم الطري والرجال وداكشي ديال الله مزيان هذا هو الواقع راه نورمال غاتباع راه ما زعما عندي سيدة عجبات ناس ولا فير ما داك جاك بنت زويه انا هضروني شي صافي قلنا لها شنو قلت النمره قلت عطاتنا واحد النمره صالح عطاتنا النمره ولكن ماشي ديالها هذا النمره لا غادي لا يوجد اي مشارك ذاك الرقم اصلا تاع النمره مزيان هذا هو الواقع وكيفاش تلاقيتو مره اخرى هو هذاك النهار هذاك النهار من ذاك النهار وانا راه ما تفكيتش معاه الى يومين هذا هذا والله كنتي من الاول شفتي هذه قلتي هذه هي اللي غتكون في داري ولا ربما مع لقاءات وهكذا شفتيها انها ديال الدار لا هي باش عجبتني تلقاني النمره عطاتني واحد النمره فهمتيني ملي تلاقيت مع المره الثانيه ديال النمره هذه قالت لي النمره شي واحد الايه في القران زعما الا بغيتي المقور راه الدار لقينا بعض النمره ديك الايه ديال القران مزيني مشي يطلق انا اللي جينا وتزوجنا خطبنا البوارع دول مزيني البوارع مالك اللي كتبكم دار لي مليون صداق مزيني مليون وداك الساعه مسكين هادي ما الحلا قلت لك فكع شنو مليون مليون بلا كنسمعوا بها وعطيتي مليون على صوار مليون علاش مليون اسمر مليون وتعطيت 20 مليون على اسمر مليون داك الشيء راه ديال الله مليون صداق وتبارك الله دابا 17 عام مليون كان داك الوقت يمكن 100000 ريال ولا هو دار مع الجن دار ليها مليون انا خواتاتي ما كينعسك المليون سبعه
هذا هو المصيبه اللي في العيله هذو كتبقى تهضر ما ديما حنا 7 8 10 12 انت عمو شي تواضعوا شويه انا راه الحب راه تواضع ما نجي صبري فهاد النهار هذا وغدا عاوتاني مشاكل وغدا حنا غادي والله يمسك عليكم الله يخواتاتي اقسم بالله العلي العظيم عندي اختي وحده سميتها امنيه في كندا دابا وهنديزه 6 المليون اللي دار ليها الله خرج لا لا بقى مع الساكن اخوه الله يحفظهم راه في كندا دابا الحمد لله في موريال مهندسه وراجلها هو مهندس الحمد لله راه ما غاديين هما هذوك عندي وحده اخرى ابتسام حتى هي راجلها هو والله الا دار لي 5 المليون وواحده اخرى عرفتها هي دار لها حتى هي دار لها يعني داكشي هو الوالد ديالي عدول هو كيبغي زعما يضمن الحق ديال بناته هو من حقك صافي وهادشي اللي كاين وصافي يعني ماشي ماشي الماده ولا هذا زعما تيدير لي هذا واحد زعما باش ما يطلقش فهمتي باش الراجل يقول ها انا نطلق خاصني نحط هذاك يعني كتكون مؤخر صادق كتكون مؤخر صادق عرفتي هذا باقي مؤخر صادق مؤخر صادق شحال دات واش عارفه شحال دات راه راه الحماق راه دات كلشي زين دات العالم دات عادل ودات المليون ودات مؤخر الصدق ومؤول الصدق ودات كل شيء وهذا هو الربح وتستاهل ايوا ماشي هو في الاول بداها ولكن قالها بكلمه زوينه قال لك تستاهل واخا حنا كنتكلموا على عيد الحب وكنتكلموا على الحب يعني واش كان الحب بيناتكم من هذاك اللقاء الاول من اول النظره ولا حتى تزوجتوا وعرفتي كيفاش داير والقلب يعني بياض وعرفك انت يا عاد جا الحب حنا تزوجنا حنا يعني راه باينه صافي مادام تزوج بيا تزوجت بيا راه يعني راه ديجا كاين الحب يعني لا زعما غير باش نلقى بنت الناس نديرو دار ولا كان لا لا وكما بغينا يعني ما تزوجتوش ما ناخذ حتى واحد كما بغينا وبغيتو ما غاديش نتزوجو ضروري كاين الحب والحب كيبقى مع المده كيبقى انا كنحب حقيقه تيبقى الى الابد صح الى الابد دابا كيما بغيتيها النهار الاول وعجباتك قلتي الفورما وهكا باقي ديك النظره هي كتزاد كتزاد مع الاموال الاموال كيزيدوا هي كتزاد وكلشي كيتزاد الحمد لله كيما كيما قلت الايمان ما تبدلهاش ما يمكنش شوف سميتو الكرموسين ديك حلا عندك حلا يا حنا غادي نكملوا حنا كاع حنا هي كتزيان غادي كيزيان داكشي ديال الله وغادي الحمد لله بخير وعلى خير. باقي شباب تبارك الله باقي صغار نتوما. ايوا صغار. كنقولوا كنكبروا باقي صغار. شوف الان تحسن شحال ديك الصغير كتسمع كيقول راه متزوجين 20 عام علاش باقي 20 عام ما بقى والو 20 عام باش حنا متزوجين اذا مزيان الحمد لله وهذا هو الربح اذا ما عندناش غرام ديال المشكل. هذا غنجبد المشكل. كنضحك معاكم صح الله يكمل لكم احنا كنعرفوا يعني الحياه ديال الفنان فيها بزاف يعني خصك تصبري كتكون الغيره. كيكون سهرات اعراس وكلشي تبارك الله كيبير كلشي المكياج واللبس يعني كيفاش قدرات ايمان يعني صعيبه الزوجه اللي كتصبر سواء من الغيره سواء ان الراجل كيخدم بالليل ما كيجيش حتى الصباح نهار كامل ناعس يعني بحال الحياه كتكون ما نقولش مقلوبه ولكن يعني صعيب ان الانسان يصبر عليها كيفاش صبرات ايمان اولا في الاول هادشي كان مين ما كنتش عارفه هاد ما عرفاش يعني الدومين كيفاش داير ديالو كانت شويه الغيره ملي كانوا كيتصوروا هكا لي فان ابري يعني زدنا وليت خدامه ماناجور ديالو يعني الماركوتين يعني وهذا خاصك تعرفي بالله هادوك لي فان ما يمكنش انك تشدك الغيره من لي فان لي فان لي فان تيبقاو يعني فهمتي وكماناجور انا يعني انا مثلا ملي كنتعامل ملي كنكون معاه فشي حفله ولا فشي مهرجان ولا فشي زهر صافي المراه كتبقى في الدار المخ ديال المراه العقل ديال يعني المدام تبقى في الدار تولي ديك الساعه الدماغ ديال الماناجر صافي راه الحفله خصني نمشي نخدم ما نتخلص خصني يدوز السهره مزيانه يعني كلشي يدوز في امان يعني الحفله تكون زوينه كلشي يدوز بخير وعلى خير يعني هذا اللي كيكون ديك الساعه في الدماغ داك الشيء اللي كيكون في الدماغ يعني. واخا سي عادي اكيد ما كنعرفو الفنان ضروري شي مره تكون شي وحده عجبها تمشي حدا تشطح حدا شنو كي كيكون راه واش ايمان هادشي قالت بصح اولا كتجي عندك كتقول لك اش هادشي هذا المشكل هو ان هي فاهمه ما فاهمه وحده غادي تطاح على وهذاك الشيء عادي عندي لك شي حنا والفنان انا يعني انا ماشي حدا نبداو دوزنا واسلام وما ميمكنش يعني السيده راه كتراه ما خلات معايا حتى بلاصه العالم سالته الخمسه ديال القارات مشات معايا فيهم الخمسه ديال القارات راه يعني راه عادي الناس يجيو يشطعوا ولا وحده تبغي دير داك البنت تبغي دير شحال من هكا عرفتي كيقولوا عندهم ما عجبها لا عادل ولا تبع عجبها المشاكل
هادي بغات تشري عليه مع مرتو غنردي لها. كون كانوا عارفين هاد القضيه كرة بزاف يعني كرة فين ما مشينا اي بلاصه مشينا غنبقانا دائما ناقشين دازين. قال لي يا ما صافي كتسالي السلام كان سالينا هاك الامانه ديالك زياد يلاه نمشي مع هاد الناعه الثاني حفله اخرى كذلك ويا هذا يعني الحمد لله فهادشي كامل هو انني ماشي فهادشي كامل هو انني كنكسب الحب ديال داك الجمهور اللي كيكون معاك يعني باغي يشوف هاد العديد فهمتيني. راه هذاك الشيء اللي ماشي كتمشي تشوف البنات كتمشي تشوف لا كنشوف بنات واولاد ودراري وكل شيء المهم كيشوف دوك الناس فهمتيني اللي يعني كيفاش كيتعاملوا مع هذا الفنان هذا. راه هذا هو الرباح هذاك هو الحب ديال الجمهور وديال الله سبحانه وتعالى كل شيء ديال الله. واكيد الحب راه ماشي غير في المهرجان كاين كيف ديال حب الله حب الناس الله هو الاول حب الاولاد مازال غنتكلموا عليه. ايمان وهذا السؤال اللي بغيت نقول لك العادي ماشي ايمان حنا كنعرفوا ان الحب كاين ولكن بالنسبه للراجل واش يقدر الراجل يبغي غير مع وحده ولا ضروري كيدوز من واحد الحب وكاين حب اخر ده. يعني الحب نجيبها مع السوش ومع طبيعه الحال نسول ولا راجل واش ممكن تبغي واحد الانسانه ومن بعد ما تبقاش تبغيها وتبغي وحده اخرى ولكن حب انا حسب على حسب الا كانت المراه تستاهل انك تحبها غتبقى معها ما تمشي حتى شي عند مراه اخرى. اما الا كانت معك وحده ما فاشله في الحياه ديالها اش غدير بها هذيك اصلا ما عندك ما دير بها غتمشي عند وحده اخرى تقلب حتى هي ما عندك ما دير بها شوف وحده اخرى وهي غادي. ولكن انت كتشوف هذه الاصل حنا كنهضر على الحب الحاجه ديال القلب اللي معك ديال القلب راه كنتحكمش فيها انا اللي كنهضرك على ديال القلب اللي كنجيب الحب ديال القلب راه هذاك هو الحب الحقيقي اللي هو ديال القلب. راه ملي كتمشي عند مراه كاين بزاف ديال الاعداد تمشي معاها وخرج تمشي معاها وخرج تمشي معاها تمشي مع العالم فهمتيني هادي راه ما 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 ماشي وقع الميلودي واه نيشان هذاك الشيء مني انا بصغور ديالنا انا فهمت شوف ما قلت له راني مجرم انسان راني مدوز ودوز الشباب ديالي مدوز بزاف ديال الحوايج الحمد لله دابا كبرنا عندنا مرا الله مرا دار عندنا وليداتنا نموتوا عليهم خدامين على روسنا ما بقاش داك الشيء ديال الدري الصغار واقشينا زعما فهمتيني كما كيقول لك الحاجه اللي كيتجمعوا عليها بزاف فهمتيني فهمتيني كما شغنقول لك يعني بحال الزبل حاجه الزبل كيتجمع عليه الدبان بزاف راه شي واحد شي وحده كيتمكن بزاف ديال الناس سابحين لازم كيسحب لها هي زوينه لا راه انت ما عطيتيش راس قيمه وخليتي عباد الله بقا هو كان كنتي عطي راس قيمه ما تمشي لا ما هذا ولا ما هذا داكشي اللي خساريتي داك هو الحب الحقيقي لا تختاري انت هو اللي غتمشي ولا انت اللي غتختارها وهي لا فهمتي ما هو عادي وتلاقى وداكشي اما لا راك عارف يعني مادام تلاقيت معك هي تستاهل ما يمكنش تخسرها على والو على والو هذا شي كنقول لك يعني انسان ما اش نخسر انا نخسر انا مثلا امرتي ما دارت لي والو ما دارت لي يعني داكشي اللي غندازر العالم كيدابز انا نتقاتلو نتقامشو ماشي مشكل ولكن دير لي شي حاجه اللي ما تعجبليش اللي تطيح بالقيمه ديالي وفهمتي ونبان قدام العالم انا ماشي راجل اش غندير بهاد المراه هادي اذا ما راه كاينين عيالات اللي عندك باش تحبهم بالقلب بصح لي زعما تقلب عليهم وغتلقاهم داكشي اللي وقع ليا مع ايمان راك دازو عندي عيالات ولكن الحمد لله جانا السيده لقيناها واقفه معايا نهضوا القيامه كتلقاها في القيامه كتلقاها في المشاكل في المشاكل كتلقى هادي المقجوج كتلقى حتى هي مقجوجه حداك يعني السيده كتتابعك مجامعك جامعه لك ولادك جامعه لك حوايجك جامعه لك فلوسك جامعه لك جامعك انت بما كامله اذا هاد المراه هادي تمشي تقلب هاد وحده وخاصها تزول لها سلام اختي انت زوينه صاحبو واش تقول لي يعني راه كاين الحمد لله عندنا المراه والله خلى لنا كل شيء يا ربي امنك بالك تبارك الله كلام جميل هذا حقك سي لا الحقيقه كيقولوا بصح الهضره هذه راه هي اللي كاينه يعني راه حنا راه متحدين حنا يعني ماشي يعني راه عشنا ديال الزمان يعني على الوليدات وعلى بزاف من الحاجات واخا هو قال واحد الكلمه كتجيب انا هي كتبقاي مناضله معاه واقفه معاه غير هي واش كتوقفي معاه في الحق ولا واخا كيكون شي مره معايا كتبقاي واقفه معاه هو دائما عادي ما عندوش شي حاجه زعما كان فيها ظالم دائما عنده الحق في اي حاله هو واحد الانسان فدا ما تيظلمش يعني راه ما غاديش يظلم وتيصبر في حقه وتيسمح للناس وتيسمح لعباد الله ولاني راه هو بديك الطيبوبه اللي فيه ماشي حيت راجل كنشكرو حيت هو طيب وراه طريف الله عمر هذا احسن مني انا راه شويه هو راه يعني كيسمح في حقه ويسمح للناس وكيدير زوين مع الناس ولا بغى شي واحد يحكر عليه كيقاني انا هذا هو الواقع انت اللي كتوقفي دابا في وجه المدفع يعني غايتسلك معاه هو لاني ما يسلكش معايا انايا هادشي اللي كاين
واخا وندوزو دائما كما كنتكلموا على ان عادي نولي في الناس تبارك الله وجاي العالم وهذا واش معمر خانك ضروري كاين شي راجل ما تيخونش غادي شوفي اي وحده اي مراه تكذب عليك كتقول لك راجلي عمره ما خان هذيك عاد كتمثل كتشوف وجهها في المرايه لا واش بعدا تعتقدي ولا فعلا لا هو ما دو فوا يعني انا شنو واش غادي نمشي نقول لي لا صافي سلامه انت فهمتيني سير مع سيرتي الله يعاود صافي هاك يعطي لك كادو بابي الومنيوم وخذي يدي معاك راجلي راه جلس في الدار شوفي الراجل اللي تيخرج من الزنقه ماشي ديالك في الدار ديالك صافي هادشي اللي كاين شي زعما سامحي بيان سور غادي نسامحو وليني ماشي كنشجعو صافي دابا راه كبر يعني هذاك الشيء فني كان السيد فحال الطايش فهمتي يعني ما كانش مازال يعني كان شويه فيه الجاد وهذا وهذا بزاف ديال الحوايج يعني راه هو قالها قال لك علاش غتخلي واحد السيده اللي صايناك وجا معاك وجا مع الهم ديالك وجا معاك انت وغتمشي تقلب على شي حاجه اللي ربما غتهدم هذاك بصح وعاد نزيدك يعني فنان راه الفنان تيكون يعني واخا ما يكونش باغي يدير شي حاجه وما كيخليوه يدير هذاك الشيء يعني كيطيح في هذاك الموقف فهمتي هذاك الشيء علاش ديما تقول لي ويلا معايا صافري معايا باش ما يطيحش شي مواقف ماشي ما كاينش طوم خليه خليه ويعني يعني ماشي يعني انا ما كنديش عليه هذاك الشيء صافي يعني اللي وقع وقع ما عندنا ما عندي واحسن حب راه انت ملي عارف كسي الموجود عندك مع الخطوط وعندك هكا تبارك الله ها هما الله يخليهم لي الله يخليك غزالين تبارك الله كلشي عايش كل شيء خطوب عايشين الكلاب عايشين ولادنا عايشين كل شيء الحمد لله ولله الحمد هذا هو الربا وهذا من فضل ربي هذا هو الحب الحقيقي بعيش يا حبيبي كل شيء ديال الله كل شيء واكل طاف في الخبز كل شيء مع الله هذا من فضل ربي كل شيء ديال الله فهمتيني الحمد لله حتى حتى الحيوان هذا الشيء وكل شيء ناقص كل شيء فرحان شي كينقص من لا شي كيمشي من لا كل شيء عايش الحمد لله وانتم كنشوفوكم عايشين واش هذا اول مره كتحتفلوا بعيد الحب اليوم داركم لان تعرفوا حنا الفنان راه ماشي في راس العام والاعياد كما كيكونش ولا اصلا كتحتفلوا به يعني كتخصوا هذا النهار ليكم نتوما يا صراحه يعني هو دائما تيكون خدام في حتى في المناسبات يعني في عيد الحب في راس العام حتى في عيد الكبير بعض المرات تيكون حتى هو خدام يعني كنحتفلوا مع الناس في الحفلات ودي اول مره مع كورونا راه كيعرفها دابا حنا جالسين مع اولادنا فالحتفلوا لان وليداتنا ديما تنشرو ليهم حتى هما داك الشيء كيحتفلوا في الدار راسهم وليني يعني دابا مجموعين كاملين اول مره تحتفل بعيد الحب دار اول مره كنشوف حلوه حمراء بحال هكا فيها قلب وسيدي سير بالله انا ما عمري ما عرفت ان قالوش كاين هذا عيد الحب الا ما الحلاوه ديالو ماشي ماشي زعما ما عارفش كاين عيد الحب غير هو يعني انا كيبان ليا كما كنا كنهضروا على الحب الحقيقي الحب الحقيقي راه ماشي عيد فهمتيني ولا 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 الحب الحقيقي هو قلب كيعشق قلب يعني ها الشيء بحال هكا هذا هو الحب الحقيقي خص يكون بحال هكا بحال بحال الشيء الفاهم هادي هادو بيكونوا بجوج راه هذاك هو الحب الحقيقي ما هي حلوه وجينا نبكى وحبين حبوت عليك انت اللي كاين هذا راه خاوي فهمتي الحب الحقيقي هو ان الانسان كي كي يعني كي 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 كيحب اي حاجه اللي تستاهل تحب يحب الله يحب والديه يحب ولادو الحب الحقيقي ماشي الكره البغض لان هاد الوقيته يعني واحد الجيل وطحنا فيه راه الله يستر هذا هو الواقع ولا نفاق بزاف ولا كذوب بزاف ولا الانسان بغيض ما فهمتش انا علاش البشر ولا بحال هكا تصور دابا غير راه حنا غادي ندخلوا شويه ديال القضيه ديال الجزائريين مثلا هذوك الناس دوك الظلمه اللي كانوا يقول لك يهضروا شكون اللي عطاهم الفرصه هما هاد الناس اللي داخلين المواقع التواصل الاجتماعي كيبقاو يعيط انت مغربي كتعرف خوك راه خوك صاحبي واش هذاك ماشي خوك علاش ما تحبوه جي من انت مغربي جي من لا هذا فاعل وهذا طارق هذا ولا عرفت ولا بنادم جاع ولا باغي يقلب الطوندونس والادسنس ما بقاش يفكر في خوه اخويا انت راك مغربي هذاك راه مالك ديالك من الزول طلعوا زي السماء هذاك راه امك هذيك مالك ماشي امك بحال امك غتيتي منا لا هذه راه امي فلانه كدير وكتسحب لي ولا لا يعني بنادم ما بقاش عاطي قيمة الرسول لأنه هناك كيهضر في الأحرام ديال عباد الله وفي فين مع خوتك اللي هما المغاربة ومع أحبابك راه مغربي مغربي راه كتبقى دائما مغربي وراسك عالي ماشي تعطي لعباد الله باش يبقاو يهضروا علينا حنا لا
انا دابا هما كما شافوا المغاربه داخلين في القيامك حنا ما غاديش نوضوا يزعموا كاع ويديروا داك الكاريكاتير ولا يديروا مارشنا ما يقدروش فهمتيني ولكن شي 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 انفصاليين عندنا حنا ولا ما نعرف مالهم كيعطيهم فرصه لهاد الناس هادو باش كيوليو يهضروا بحال هاد الهضره واكيد المغاربه الحراره كاملين كنستنكروا الحمد لله العلي العظيم الحمد لله كنضرك انا على واحد شويه غنقول شي المغرب كامل في شي ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه من هادو اللي كنهضر عليهم انا يعني هادو ملي عطاو فوق كيسحب الناس هادو كيسحبوا هادو راه بزاف هذا راه المغرب راه المغرب موحد وحده التراب الوطني المغربي بالصحراء ديالو معروفه القضيه هادي يعني بلا ما تفكر شي حاجه واحده اخرى اذا ملي تبغي تهضر على المغرب هضر على خوك بالمزيان فهمتي هضر على واحد اخر من حقك تهضر تتناقض معاك ولكن هضر على خوك مزيان هذا هو الواقع ولكن كما قلتي ملي كنوصلوا الحق فهمتيني كاعد قال المغاربه دائما كلمة واحدة كلنا الله الوطن الملك وهذا هو الربع الحمد لله الله الوطن الملك أكيد دائما احنا في ذا الله الوطن والملك ونرجعوا للحب وكنتكلموا على الاحتفال قال واحد الكلمة كنهضروا على التعبير انتم كتعبروا لبعضياتكم كيكون مرة هدايا بلا مناسبة بلا هذا يعني كتخلقوا جو ديال السعادة من غير انك هز الهم وهو هز المجامعه وهذا كتدخل في الهم ولكن في الفرح الاطار ديال المشاعر يعني احنا عايشين عادي يعني انا ما دائما عندنا احنا الكادوات دائما عندنا هذاك الشيء يعني ما محتاجينش لهذا الشيء هذا الشيء تبقى احنا دائما مسافرين دائما تنخرجوا نشريو دائما يعني ما هذا الشيء عادي بالنسبه للتعبير على الحب تعبير الحب راه صافي راه باين هو راه راجلي وانا راه مرته واش ما بقاش معاه بقاو نمت على بعضياتنا اجي بقى نقول لا اجي حبي افلي منتي داكشي ما كاينش داكشي راه تمثيل واش ما تبقى يقول شي وحده هادي والمرته تكذب على باينه عنده شي وحده اخرى مرة كيبغي يحتاج للمرأة كيبغي لك عارفة لك كون تقول لها أفينا واش ما تعشاوش ولا هادي الدراري ما تنعسوش الناس ولا ما تنعسو الدراري كينعسو كلشي كيعيش حياة سعيدة لا داكشي الله عمرها دار باش كيعجبوني ولادي فاهمين تفضل وليدات عمي فاهمين مساك الله عمرها دار كيفهموك عارفين هادي داكشي بالوقت بالساعة بالدقيقة وكيعجبهم الحال وكيمشيو حتى هما هذا هو الواقع والحمد لله هذا هو الواقع والله يخليكم ديما فرحانين وكيعجبكم التعبير بالكلام كاين نفاق هذا كيتسمى نفاق هذا نيشان هذا كيتسمى يعني دلع على المرات ماشي بالضروره لا هكا في المطبخ هكا بالهضره هكا ايوا كي ماشي دائما وقعد الهضره بعد ما هو دلع انا غنقول دلع شوف دلع على حاجه انا نقولك لي كاين الراجل غيدلع المراه ديالو راه مرته هذه غاجي واحد الوقيته غيدلع الحاجه ديالو صافي وكذلك هي المراه عادي هما بخير وعلى خير على جال غيبقى يقول لها بقى دائما فينا حبيبه حبيبه واش كنتي ساسه الله يرضي عليك حبيبه فين انت بالله ما تمشيش لا غدا لا ما تمشيش عند فاطمه لا اجي رجعي عندي سعيده ودي لي لا هذيك هضره زايده ما حتى اجي في غدا فين غنمشي للحمام مزيان سير الحمام مزيان هذيك ضروري ولا غير لبس شي حاجه ولا لبس شي مونطو تيحيح فهمتي هادشي كاين هادشي لا ضروري استرا
كيف بغى الله سبحانه وتعالى. ودابا المشكلة هو مع أن مثلا كتكون معايا مثلا في شي بلاصة في فرنسا ولا مشيت شي تصويرة بحال هكا فنصور أنا مرتي هادي، كيقول لك هي مخلي مرتي ولابسة بحال هكا، كنت ما عرف كيفاش بحال هكا عنو كيدير مرتي ما تلبسش السروال، تلبس السروال تلبس الجاكيطة وتصبغ شعرها ودير اللي بغات، هذيك راه مرتي أنا فهمتيني، فهمتيني هذيك ديالتي طلعي بوحدي يعني ديالي ما عنديش غرام ديال المشكل. فهمتيني انت اش دخلك في هذا الدار؟ بنادم كيتدخل في حوايج، الحمد لله بان هذيك المراه اللي هي حدايا راه ماشي مرعبيه دائما حدايا في ما الظرف هذاك المراه حدايا. اذا هذا الانسان علاش يهضر على لما يخليهاش دير بحال هكاك؟ راه مرتي اخويا، خويا راه مرتي الله يرضي عليك، راه مرتي وانا دير خليها دير اللي بغات. اذا كنبغي غير نوصل لشي ناس ان دابا شي واحد مساكن منهم هي اللي كيبغيو ياخذوا الحريه ديالهم، فهمتيني؟ وكينوض واحد يقول يطلع عليهم الدم، كينوض واحد اخر كيبقاو ينتقدوهم، لا خصو دير الزيب ودير الفولار وما نعرف لا وطس. لا شوف راه الايمان في القلب، داكشي كامل داكشي ديال الله، فهمتي؟ ديال الله راه كيبقى ديال الله. الانسان راه كيبغي سيدي ربي، راه كيبغي مولاه، ملائكه الكتب هو عارف شنو كيدير. إذا أنت علاش كتبقى تدخل في شعلي اللي هو باغي ياخذ فيها الراحة ديالو؟ عليك يبقى اختيار. هذا هو الواقع، لأن الله سبحانه وتعالى في الأحاديث كاين الحجاب، ولكن في القرآن راه ما كاينش حجاب. فهمتي؟ هذا هو الواقع، في الأحاديث كضرب أحاديث، ولكن باش حنا نعرفوا بأن هذه الأحاديث صحيحة ولا ماشي صحيحة، وهي من الأحسن، من الأحسن يعني بالنسبة لي أنا على حسب كما بغى يكون صحيح ولا ماشي، من الأحسن المرأة دير الزيت مزيان. فهمتيني كتستر راسها وكتستر العالم كلشي ديال مزيان زوين، ودير حتى النقاب كاع تقدر دير النقاب وبيخ، ولكن ماشي تزمتها، خليها تاخذ راحتها، هي الا بغات ديرها غدير، الا ما بغاتش ديرها ما عندكش. هذا هو الواقع. والغيره مناش كيغير عادي من بينها مرتي؟ انا ماشي كنغير انا مرتي، ما كنخافش عليها وما عنديش غرام ديال المشكل وما كنشكش فيها، ما كنشكش فيها. غيرها ماشي الشك. اي لا حيت عندي السيد كتشك فيها راه تولي صغير، فهمتيني؟ انت كتغليها وكتشك فيها، اذا شنو كتسمى؟ راه الغيرة الشك والعيبة راه هي الغيرة 100%. إذا أنا هاد المرأة يعني أنا يعني ماشي غنقول لا هادي غدير العيب ولا غدير، أنا عارف دماغي خاوي من هادشي، غير هي على حسب هاد الهضرة اللي قلت لك، الهضرة اللي فايتة راه هي اللي كطلع لي الدم، ما كنبغيش أنا بنادم يهضر. فهمتيني؟ ولا ماشي باش كتقول لها لبسي حوايجك. أنا لبسيها صافي لبسيها، لا ماشي أنا فهمتي، أنا فاهم أنا راه فاهم، ولكن وكاين تاهي راه فاهمه تاهي الحمد لله، راه ماشي عندها كتمشي ما نعرفنا وكان تاهي هي محترمه وما على بالها باش كتعجبك كتلبس الزيف ولا دير الدره وشعرها دايرها، وماشي زعما تمشي بوكسا ولا ما هو داك الشيء كيعجبني، هذيك هي الحقيقه ديال المراه. فهمتيني؟ غادي بحال غادي الخدمه نورمال غتلبس عليها غتقاد تزاد هكا تمشي جليزه بحال هكا مع شوف تيدير بوكس داك الشيء ديال الله نورمال. ولكن يا هذا غادي تخلص الضو مثلا، تخلص الباب غادي تخرج دير شي حاجه، انا غتلبس اللي جاب الله وغتخرج، ما تمشيش لا لا مرت الميل شو كي دايره مع المرت الميل، ما ملي درا لكم ومعززه ومكرمه فين عندكم المشكل؟ داكشي راه ديال الله. وتفضل عليك حنا كنهضروا على الناس يعني من بين الحفاظ على الحياه الزوجيه والحب، واش المراه ضروري خاصها تكون انيقه في دارها ولا ماشي مشكل؟ انا حسن راه هي كتعرف المرض، هي اللي كتعرف كيفاش تعامل في الدار ديالك. لا زعما ما خصها ديما تكون لابسه في الدار ولا ماشي مشكل؟ لا انا بالنسبه لي ماشي مشكل. ماشي ديما مكياج. لا ماشي مكياج دائما، وانا تخرج على راسك وعاد انت تخرج على جيبك كل مره تبقى شي مكياج راه بزاف. ما تماكي مره فهمتي الاحتياجات الخاصه راه تماكي نورمال داك الشيء راه ديال الله. ياك تفضل براسك. ما بغيت ماكي ما هاموش خليو شعرك يعني كيشوف الروح. لا 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 غير ورد بأيمن أجابي وباقي واحد أخر مسكين باقي ما جمع هذا ما لا هذا كذلك أنت غير باش نوصل مع الإعلام ولا مع عندكم جوج وليدات إن شاء الله هي شبه عزكم عندنا ثلاثة عندنا جوج أنا وإيمان كاينة أمنية هي معنا أنا بقى يقولوا لنا نسيتوا زوج لا ما نساوش أمنية هي كل شيء تفضلوا انت لابسه الحمار الحمر كلشي لابس الحمار سيري مولودي كلشي ايمن ما كاينش الحمار
يلا نبداو بأغنية عيد حب سعيد، يعني كان هذا عيد الحب ماشي بالضرورة كنختار الأزواج، راه حب الأبناء وبزاف كضحك أغنية. بغينا كلمة هذه المناسبة لبابا، شنو تقولي لي بهذه المناسبة؟ بهذه المناسبة كنقول لك كنحماق عليك بزاف، والله يطول في عمرك، وأحسن عيد الحب أنت وإيمان، الله يخليكم لبعضياتكم، وكنحماق عليكم. من نهار اللي عقلت على راسي وتعامل معايا مزيان كنحماق عليه وعزيز عليا بزاف، وما عمري اصلا انا واخا كان هذوك المشاكل ما كان هو بلاصتو بوحده عزيز عليا بزاف. يا ربي توفاهم انا بعدا عزيز عليا كنحماق عليه. وبالمناسبه شنو تقولي لماما؟ حتى هي كنحماق عليها بزاف، والله يطول في عمرها الله يخليها لي. صيفط ليها ميساج من هذا المنبر، من هذا المنبر كل عام وانت بخير، والله يطول في عمرك ويخليك لينا يا الاخ ديالك كذلك. حتى هو الله يسهل عليه وعزيز عليا بزاف، راه خويا والله يسهل عليه ويبيض طريقه. ايمان وايمان تقولي لها ايمان؟ ايمان راه هي بابا تنحماق عليها وعزيز عليا. هي بابا كعبد الله راه هما بجوج ومراه واحد، الصراحه عزيز عليا بزاف، دماغها زوينة وعقليتها زوينة، تتبغي لك شي حاجة مزيانة كتوصلها لك، واخا بعد مرة تتوصل ليا بشي طريقة ما تعجبنيش، ولكن في الاخر تلقى راسي بصح راه داكشي اللي كتقول لي راه هو اللي كاين. يعني عمرك حسيتي بزوجة الأب؟ لا لا الصراحة، وانا دابا باقية صغيرة رانا كبيرة، يعني راه مزوجين وما راه مزوجين، وانا ربا وهي راه مرت برا بحال ماما، وخوتي راه خوتي، يعني ما عندي حتى شي حاجه اخرى في دماغي اللي غنقول حق مارك الاب، ولا ما دخلاتش لدماغي كاع. وتبارك الله عليكم، وبغينا دائما المجمع يكون بحال هكا ديما مجموعين، كذلك الام ديال نقولوها عيد سعيد، الاخ ديالك، بغينا كلشي يكون عايش مرتاح. واليوم بغينا كلمه مناسبه سعيد الحب ايمان، شنو تقولي لي لراجلك؟ هاك دابا انت وياه معكم، انا صافي سادس هكو نبغى نقول لك عيد حب سعيد. شنو تقولي لي؟ نقول ليها على قبلك ما نسيت الكادويات وصافي، راه شفتي حلوه، انا شفتي حلوه كاين شي كادو في عيد الحب؟ راه ديك الدويله راه ما كاينش عيد الحب، هذاك العيد الحب اللي اول مره ديك اول مره كنشوف حلوه دايره فيها قلب، وعيد الحب يعني هنا الكادويات كيكون في عيد الميلاد ديالي، فهمتيني عيد الميلاد ديالها. عيد الحب هذا غير نهار يعني بحال خوتنا كنحتفلوا حتى حنا بهذاك النهار، غير دابا المشكله مع كورونا مع هذا الوباء فهمتيني هو اللي خلانا يعني ما كانش هذا الوباء بقينا خدامين في هذا النهار هذا، يعني في 14 فبراير كنكونوا حنا يعني خدامين في شي بلاصه، يعني يا فرنسا يا اسبانيا يا فين ما جا الله. اليوم حصلنا هذا العام اللي قال لي بجرده كورونا ما لقيتهاش بعدو خرجوا بدات كورونا 14 شهر جوج كنا خدامين العام اللي اول عيد الحب كي زعما ما خدامينش حنا، اذا ملي غنجيبوا هاد الكادو ديالي غنكذبوا، ما نعرفوش نكذبوا، ما كاين كادو، ما كاينش كادو، طولتي عليا قول لي كاين كادو هذا والله لا باجي فهمو كيفاش كادو اللي كيكون بعيد الميلادات ومرحبا بالناس ديال الكادوات، وهذا ما غاديش نكذبوا الكادو اللي عندي هو هاد الحليوه هذه اللي شاريها اللي شاريها هما لا لا فلوسها فهاد ما كتكت مين خدامه يا انا هو الاموال الطائله انا ولا شدي الحلوه هكا البورسونتاج ديالي ديال الماناجر مرحبا شدي ديال الحلوه شدي معايا ملي هكا راه مميز هذا خوتي مرحبا بكم عيد حب وعليكم الصباح مدام سؤالك سيدي الله قول شي كلمه بعدا قلت لها شي كلمه زعما قول لي كلمه ديال الحب قول شي كلمه الله يطول في عمرك الله يحفظك ايمن ها هي الميكرو خصك تعقص الحلوه ايمن بغينا قبل الخاتم نختموا بك، شنو كلمه تقول ماما وباباك؟ انت كتقول بابا وماما تبارك الله عليك. ايمن كيقول بابا وماما، لا اخويا كيقول بابا وماما، وانا كنكره اللي كيقول لي بابا، ما عنديش عندك بابا با با وبا وجدي راه جدي صبا امي كتقول اش كتقول ايمن
تعالى. إذا المشاهدين كيف كتبوا معنا أجواء جميلة اليوم كتعيشها أسرة عادل الميلودي معنا أمنية أيمن إيمان الميلودي كانت من أوليهم أيامهم كاملة تكون حب وكانت من أولى كان شي غيار يكون الصلح وتكون أيام إن شاء الله ماجية زوينة وأنا بدوري كنقول لكم عيد سعيد دمتم في أمان الله إلى اللقاء وعليكم الصباح وقتها.